ورحمة الله تعالى وبركاته، ما دائما معكم بالعلم المتقي أن تقرص في عصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية. ونحن نتواجد في عملية كنترول عند أحد أبطال جمعية الحي الحسني، وبطل كذلك بطل مسابقة طاح العيون عند البطلة مقادير يونس، والإنجاز الكبير داخل هذه المسابقة. ونشوفوا كيفاش هذه المسابقة، كيفاش كان الإعلان ديالك في هذه المسابقة الأخ يونس. السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا لعصبة الثقافية الرياضية بهذا التشريف وبهذه الزيارة. بالنسبة لمسابقة العيون دازت بظروف جد إيجابية، مطلق الحمد لله داز ممتاز، حميمة دخلوا في توقيت جد مناسب، الحمد لله ديكلاريت واحد الدكار من السلالة ديال الأخ طارق الحكيم الساعة 7:40. 7:40 ياك، تبارك الله عليك. وشحال من حمامات ديتي الأخ يونس لهاد المسابقة؟ 8 حمامات، جاو 3. جاو 3، باقيين 5. تبارك الله، راه يقدروا مازال يجيو في هاد الأسابيع القادمة. ونخليو الكلمة الرئيس العصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية الأخ محسن بوزباع، اللي غادي يتكلمنا أكثر كيفاش كتشوف البطل ديالنا في أول موسم، وله عدة جوائز قيمة ضمن جميع المسابقات وضمن جمعية الحي الحسني. أخ بوزباع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان احنا متواجدين عند البطل الكبير الحي الحسني الأخ العزيز، اللي كما قلت هذا الأول سنة ديالو. من هنا كنعرفهمو باللي البيجون فواياجور إما كيكون في الدم صافي، خاصك كلكشوز كي إيني، سي با كلكشوز كي سابخون، إما كتكون عندك إما ما كتكونش عندك. دونك هذا البطل عام الأول تبارك الله دار ألقاب كبيرة في العصبة الثقافية، وماشي أي واحد يمكن له يدير ألقاب في العصبة الثقافية، لأن فيها تبارك الله مواليع من العيار الثقيل، جا تبارك الله ودار البصمة ديالو، وحنا فخورين به وكيعتزوا به، وهو فخر للجمعيات كاملين ديال 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 العصبة الثقافية، وكنصفقوا عليه بحرارة. تبارك الله عليكم. معنا نائب رئيس جمعية الحي الحسني اللي غادي يقول لنا كيفاش كتشوف يونس مقادير داخل جمعية الحي الحسني. كنشكرك سيدي العيد مرة أخرى، كنبارك الإخوان.